ارجع مرة تانية ونتعرف على بعض كواليس حلف اليمين القانونية لحكومة المهندس إبراهيم محلب النهاردة السابعة صباحا. يا ترى كان ايه الكواليس وايه التفاصيل؟ اول مرة نشوف حكومة بتحلف بدري كده. معايا دلوقتي السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. سعادة السفير بشكرك على المشاركة معانا النهاردة، وربما الرأي العام محتاج يعرف تفاصيل اكتر عن حلف اليمين. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، انا سعيد جدا بمشاركتي مع سيادتك. شكرا يا فندم، شكرا. او كما ذكرت سيادتك في المقدمه، بالفعل توجه الساده الوزراء في السابعه صباحا كما كان متفق عليه منذ امس ان كافه الساده الوزراء سيبداوا مراسم حلف اليمين صباحا باكرا، وهو الشيء الذي اكد عليه السيد رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي اعقب لقاء الساده الوزراء مع سياده رئيس الجمهوريه، بان توجيهات سيادته كانت لكافه الساده الوزراء بالتواجد في وزاراتهم بدءا من فعلا من الساعة السابعة صباحا. طبعا كان هناك توجيهات خلال اجتماع السيد الرئيس مع السادة الوزراء شملت عدد كبير من المحاور والتكليفات، يعني أود أشير إلى بإيجاز إلى القليل منهم، حيث كان في مقدمتها استكمال استحقاقات خارطة الطريق وهي إجراء الانتخابات البرلمانية، وأؤكد على أهمية الموضوع لأن مضي مصر في استكمال خارطة الطريق بدءا من استفتاء على الدستور، رئاسة الجمهورية، والخطوة الثالثة استحقاقات الطريق. استكمال الخطوات دي هو الذي يعيد مصر إلى موقعها في المجتمع الدولي، وقد شهدنا اليوم أحدث ثمار ونتائج المضي مصر بقوة وثبات في تنفيذ خارطة الطريق، وهو إقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي اليوم في أديس أبابا بعودة مصر لممارسة أنشطتها في الاتحاد الإفريقي. طيب سعادة السفير، يعني حاجتين عايز أعرفهم من حضرتك بعد إذنك. نمرة واحد، الحالة المزاجية بشكل عام لدى الوزراء اللي رايحين يحلفوا الساعة 7 الصبح في تقليد غير مسبوق، يعني هل في كان حد يعني متململ من حاجه زي كده، ولا في زي ما تقول روح جديده والرساله وصلت ان ده ربما تكون الرساله اللي وصلتني انا شخصيا انه خلاص انتهى وقت اللعب والهزار وبدانا هنشتغل بجد لبناء مصر الجديده؟ كان يا ترى الحاله كانت شكلها ايه؟ لا، الحالة المزاجية مرتفعة جدا، هناك تفاؤل، هناك ثقة ان المرحلة الحالية تستوجب من المصريين العمل اكثر مما اعتدنا عليه في سنوات عديدة مضت. اذا كنا نريد ان ننهض ببلدنا ونضعها في المرتبة التي تليق بها يتوجب ان يكون الجهد مضاعفا 10 مرات، وبناء عليه منذ ان اخترى السادة الوزراء بالامس انه اليوم يجب عليهم التوجه قبل الساعة 7، كان هناك في رضا وتفاؤل واحساس ان ذلك سيعطي الرسالة الإيجابية للشعب المصري ان هناك حركة جديدة، هناك حماس جديد، هناك رغبة في المزيد من العمل الجاد. طب وبكرة ان شاء الله لما يمارس او يبتدي يمارس السادة الوزراء حقائبهم الوزارية ويبتدوا في شغلهم، برضه هيكونوا متواجدين في مكاتبهم من مش عايز اقول 7 ولا 8، بس المهم يعني الرساله انه خلاص دلوقتي الناس هتبدا تشتغل بدري. هو بدايه السيد الوزير وبناء عليه اعضاء مكتب السيد الوزير ستتوجب عليهم التواجد من الساعه 7، وبناء عليه يعني الساده الوزراء سيبداون غدا اول يوم لهم عمل داخل الوزارات ان لم يكن بعضهم قد بدا بالفعل اليوم. سيكون هناك ترتيب خاص لكل وزاره بالقطاعات التي تتواجد من مبكرا، اذا ما كان سيكون ليها كل وزاره طبيعه عملها بتختلف عن الاخرى، ولكن الساده الوزراء وبطبيعه الحال مكتبه سيتواجدوا في الصباح الباكر. ربنا معاهم وكل التمنيات الطيبه لحكومه المهندس ابراهيم محلب باداء يلبي طموحات المصريين. شكرا يا فندم على هذه المداخلة، السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. الظاهر ان العملية يعني جد، والظاهر انها يعني خلاص الناس كلها على الاقل اللي قبلت انها يعني تشرف بتمثيل الحكومة او بقبول هذه المناصب الوزارية في حكومة معروف انها تقعد 4 أشهر بس، وابراهيم محلب زي ما احنا عارفين قابل اكتر من 90 شخصية علشان يختار حوالي 30 او 33 وزير، واضح ان هم فدائيين ومقاتلين
وواضح ان هم داخلين وعارفين كويس جدا انه هو ده وقت العمل وهو ده وقت الانجاز والبناء، وان اللي مش هيلحق بهذا القطار القطر مش هيستناه. على كل حال ربنا معاهم، واحنا هنتابعهم وهنمارس دورنا في مراقبة هذا الأداء اللي المفروض في الآخر وفي الأول يحقق مصلحة المواطن المصري. المواطن والوزير هيصحوا 7 الصبح أو قبل كده بشوية، شيء جديد حلو يعني مش وحش.